عليكم، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنقدم فيديو جديد من قناه 4M. هنعمل النهارده طبق جميل، هنعمل محشي. ان شاء الله هنعمل محشي كرنب. بس قبل ما نعمل المحشي، الميه بتغلي اهيت، هنحط فيها الحاجات اللي احنا، بسم الله الرحمن الرحيم، هنحط يا حبايبي معلقه سكر، وهنحط معلقه ملح، وهنحط معلقه كمون في الميه. الميه المسكره السكر بيخلي الكرنب مسكر وجميل. تيجي بقى نقطع هنا الكرنبايه كده في الميه ان شاء الله. هنقور كده، نطلع الراس منها كده. وطبعا كرنبايه طلعت منها الورق اللي احنا مش هنستعملوه، وشطفتها كده ان شاء الله، وهنحطها للسلق ان شاء الله يا حبايبي. هنطلع الراس، ايوه كده كده يا حبايبي. هنقورها كده، ولو تعرفوا كمان تقوروها عن كده شويه، مفيش اي مشاكل، علشان الميه السخنه بس ايه تنزل في قلبيها وتدبل لنا الورقه ونسلقها كده اهو يا حبيبي. هنحطها كده عند في الميه، الحله اللي بتغلي، بسم الله الرحمن الرحيم. وانتي برضو بتحطيها تخلي بالك من نفسك علشان الميه ما تطلعش بره الحله. طب احنا كده هنحطها كده دلوقتي بس لغايه ما تدبل، عشان الميه ما تطلعش من الحله. يا دوبك تدبل كده ونجي قلبينها الناحيه ايه التانية، نغطيها بالحله، هنبقى برضك مع بعض كده يا حبايبي. وخلاص كده يا حبايبي، الورق كده خلاص احتور استوى اهو يا حبايبي. هنحطه في المصفى علشان يصفي من الميه اللي فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. لو هو مستوي قوي منك ما تحطوش على بعضه كده، فرديه على بعضه، عشان هو لما بيسخن بيزاد سوا كمان شويه. يعني انت لو ني شويه حطيه على بعضه، لو مستوي مظبوط ما تحطوش على بعضه، فرديه في الحاجه اللي انت بتحطي فيها. هنستنى بقى مع بعض كده واطلع وارجع لكم تاني يا حبايب قلبي. وخلاص كده يا حبايبي، احنا سلقنا الكرنب زي ما حضرتكم كده شايفين، يكون هدا كده عشان احنا نقطعوه. هنعمل البصله دلوقتي. المكونات بتاعت المحشي: الرز، بصل عاملاه في الكبه برضك، مخليه منه حبه بصل تاني، هنعمله حاجه تانيه مع بعض، هو والفلفل مع بعض كده كده. وقطعنا الخضره طبعا، بقدونس وشبت، واللي مش بيحبش الشبت من بلاش شبت، زي ما انت حضرتك بتحب في المحشي بتاعك. البهارات، المحشي بيحب البهارات الكتير، يعني انت خليكي سخيه في البصل وفي الخضره وفي البهارات. هنا عندنا الملح، عندنا الشطه، عندنا الكمون، عندنا الفلفل الاسمر، السبع بهارات، الكزبره. ماشي يا حبايبي، كده حطينا الزيت يا حبايبي. هنحط البصل كده. البصل طبعا بنكتر البصل في المحشي، بيخليه مسكر وطعمه جميل. وطبعا البصل مش هنحمره، يا دوبك يدبل كده او يبدا يصفر هنحط عليه عصير الطماطم. وانا حتى النهارده برضك عامله مسبكه طماطم، كنت في السوق لقيت الطماطم جميله خالص وسعرها ممتاز، جبت حبه طماطم وسبكناها، وحطينا بقى طبق البنجر اللي احنا بنحطه كل مره مع بعض. انا عامله فيديو لتسبيك الطماطم، يعني لو انتوا شفتوا الفيديو بتاع تسبيك الطماطم قبل كده هتعرفوا انا حاطه على هي البنجر، مخليها حمرا حمرا خالص وجميله، وبتبقى في الخضار تحفه. نيجي هنا بقى عند البصل كده، هناخده من الطماطم اللي انا مسبكاها. انا مش مسبكاها، انا مديها غلوتين كده وطفيت عليها، عشان ما بحبش اسبكها قوي قبل ما احطها في الفريز، عشان لما اعمل بقى خضار تبقى فريش كده وجميله. وكده خلاص يا حبايب قلبي، البصل اهوت يا حبايبي دبل دبلان حلو اهوت، ودخل على الصفران. وعلى فكره مش حاطه حاجه خالص على البصل، هو بس في بصل احمر وفي بصل ابيض معايا. هنروح بقى عند الصلصه كده، ونجيب حبه صلصه مع بعض عشان نحطهم على البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا لون الطماطم عامله ازاي؟ جميله خالص، ازاي روعه خالص، ازاي البنجر مفيد زي ما احنا قلنا مع بعض كده، مفيد للاطفال مفيد للكبار. هنيجي هنا نحطها كده، بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين المحشي خليكي سخيه في كل حاجه، خليكي كويسه في البصل، تحطي بصل كتير، وتحطي صلصه طماطم كتير، والخضره، وواحده ماجي لو عندك حاجه، مرقه دجاج حطي. خلاص كده يا حبايبي، احنا حطينا طبق صلصه تاني بعد ما حطيته معاكم، وحط حبه زيت كمان اهوت. طبعا التسبيكه مش هنسبكها قوي، هنخليها نص التسبيكه برده، نص سوا كده. هنحط البهارات، وهنحط واحده ماجي كده، هنحط طبعا البهارات اللي احنا قايلينها مع بعض كلها مع بعضها، ونقلبها تقليبه جامده كده.
ما تنسوش برضك احنا مسبكينها برضك مدينها غلوتين واحنا بنعمل التسبيكه في الحله الثانيه. هنديها كده غلوتين ثلاثه وخلاص كده يا حبايبي. احنا حطينا الرز على التسبيكه وقلبناه تقليبه حلوه خلاص كده وطفينا عليه، وهنخليه لما يبرد خالص عشان نحط عليه الخضره علشان خاطر تتني بنكهتها وبريحتها الجميله واحنا بنعمل المحشي، عشان لو حطينا دلوقتي الخضره الخضره هتدبل في السخونيه ومش هنحس بالنكهه بتاعتها ولا طعمها الجميل في المحشي. نيجي بقى نقطع ان شاء الله، هنسيب الرز يهدى كده لغايه ما يبرد خالص عشان نحط عليه الورقه، نكون احنا قطعنا ورق الكرنب. هنجيب ورق الكرنب كده يا حبايبي كده يا روحي زي ما كده شايفين يا ماما، هنقطع العرق اللي فيه العرق الزياده اللي احنا مش بنعمله، وهنمسك الورقه كده اللي فيها رول كده علشان خاطر واحنا لما نيجي نقط نيجي نحشي تبقى الحاجه مستاهله بالنسبه لنا وما نتعبش فيها. هنلفها لفه كده كده يا حبايبي، وهنجيب سكينه نقطع زي ما احنا كده عاوزين السمك والحجم بتاع الصوبع قد ايه زي ما كده شايفين. هنجيب التاني برضو، هو الكرنب طالع جميل خالص ومسكر وورقه حلو خالص كده يا حبايبي. هنلف برضو كده زي النوبه اللي فاتت كده، نجيب الناحيه الثانيه دي احسن لنا واسهل لنا كده، وهنلف كده كده الزياده كده كده كده، هيبقى جميل خالص وهيسهل الدنيا علينا لما نيجي نحشي برضو كده. لو انتوا حابين تقطعوه كده مفيش اي مشاكل، تطلعوه كده وتسويه برضو كده وتقطعي برضو الصوبع اللي انت عاوزاه كده كده ولا كده بحسب برضو راحتك انت، بس تهيالي اللفه التانية احسن لك. وايه كده تطلعي اللي كده تلفيه من ورا كده تسويه كده، لما تيجي تفردي هيبقى سهل خالص بالنسبه لك وتقطعي الصوبة زي ما انت عاوزه وتحشي زي ما انت عاوزه. حطينا الخضره مع بعض وهنحطه قرن فلفل اخضر بيدي نكهه وطعم جميل، هنحطه معلقتين بصل مفرومين برضو في المحشي، الكلام ده كله بيدي حاجات جميله خالص ولما تجربوها هتعرفوا الحاجات دي كلها تكات حلوه وبتحلي المحشي وبتخلي محشي طعمه مسكر وجميل خالص يا حبيبتي. يبقى حطينا الخضره، حطينا قرن فلفل الاخضر، حطينا معلقتين البصل مع الخضره والرز لسه سائق ما ايه، وخلاص كده حبايبي احنا قلبنا الرز مع الخضار مع الفلفل مع البصل مع القرن الفلفل خلاص كده. هنحطوه بقى فوق الرخامه كده ونلفه مع بعض ان شاء الله، ونحط الحله ديت نلف فيها. هنجيب بقى الحله ديت اللي هنحشي فيها، هنحط في قعرها بصل، نحط الاول جزر، جزر وفلفل اخضر زي ما حضراتكم كده شايفين، هنرصهم كده مع بعض. بصوا يا حبايبي في الحله كده، ده كله برضو بيدي ريحه احلى وطعم ونكهه جميله. هنرش بس عليها حبه ملح صغيرين خالص وحبه كمون علشان خاطر برضك ما تبقاش ايه، حبه صغيرين خالص على طرف المعلقه كده بس عشان ايه الحاجه ديت ايه ما تديش برضك تسكيره للملح للمحشي عشان خاطر ما تعذبش برضك المحشي والمحشي يبقى مسكر وجميل. خلاص كده يا حبايبي كده كل حاجه احنا عاملينها مع بعض، نيجي بقى نحشي هنا يا حبايبي كده. وخلاص قطعنا الورق، دلوقتي هنلف كده يا حبايبي. ما اقولكوش بقى على خضره المحشي جميله خالص وريحتها زهره خالص في الخلطه علشان احنا حطيناها لما كان الرز بارد خالص مش سخن. هنلف كده تعيد الصوابع كده سمكها حلو كده جميله خالص اهيت، هنرص كده في الطبق وبعد كده نروح انا وانتم نرصهم في الحله. المحشي سهل يا جماعه والله مش صعب ولا اي حاجه، بس هو البنات بتخاف تخش المطبخ في المحشي. لا المحشي جميل، لو صعب عليكي تعمليه مره واحده ممكن تسلقي الورق وتحطيه في التلاجه وكده يا حبايب قلبي. تقريبا وصلنا لنص الحله
حبيت اوريها لكم. واهم حاجه وانتوا بتلفوا في الصوبه تنشفوا الصوبه كده عشان خاطر الرز ما يطلعش من الصوبه. وتهيلي كده يعني مقاسه كده كويس، اللي عاوز يكبر عادي، اللي عاوز يصغر عادي، كل واحد حسب ذوقه وحسب اكله هو ايه. في ناس بتحب المحشي كبير بتستطعم المحشي كبير، في ناس بتستطعم المحشي صغير، انا عن نفسي بحبه صغير. وبعدين الحلة دي مش كبيرة ولا حاجة، انا زي ما قلت لكم في الاول الفيديو ان انا عندي عزومة وعملت 2 كرومبيتين اللي انت حضرتكم شفتهم معايا. اكمل كده الحلة ونرجع مع بعض تاني واحنا بنسوي الحلة. خلاص كده يا حبايبي احنا لفينا المحشي مع بعض وهنسويه برضك مع بعض زي ما حضراتكم كده شايفين. انا مولعة المحشي كده اقولي 5 دقايق عشان المية الزيادة اللي في القعر تنشف معايا وتساعدني على التسوية بسرعة ويكون الايه المحشي سخن شوية. هنجيب الشوربة كده، تعالوا كده يا بنات كده نشوف مع بعض. هنحط الشوربة يا حبايبي من بعض مع بعض، بس قبل ما نحط الشوربة هنحط معلقتين من صلصة الطماطم عشان تحمر لنا المحشي ويبقى جميل ووردي. وكده خلاص زودنا الميه يا حبايبي كده عليه، هنحط الطبق. الميه يا بابا يا حبايبي بتخلي نص صبع المحشي اللي فوق باين، يعني نصه ما يبقاش عليه ميه، اول الصف بتاع المحشي النص بتاعه ما يبقاش عليه مش طايله الشوربه، يعني كده في مستوى جميل خالص وان شاء الله هيطلع المحشي جميل. هنحط الطبق كده عليه علشان خاطر لما يغلي ما يطلعش الرز من الصابع، وهنغطي عليه كده ونعلي النار خالص عليه. اول ما يتشرب هنبقى برضك مع بعض، اول الميه ما تشرب في المحشي هنوطوا عليه النار. وخلاص كده يا حبايبي المحشي كده اتشرب وبقى جميل اهوت. هنشيل بقى الطبق خلاص كده، بسم الله ما شاء الله عليه جميل خالص وريحته جميله ما اقولكوش على الريحه بتاعته. هنغطيه بقى بالغطا الحله ويسيبه يشرب براحته كده ويتشمع براحته. وخلاص كده يا حبايب قلبي احنا كده غرفنا الطبق كده، والمنظر ده جميل خالص ويفتح النفس كده، والاطفال بيحبوا الالوانات الخضراء والالوانات الحمراء، والمحشي طعمه جميل وريحته جميله. وما تنسوناش يا جماعه في الشير واللايك والسبسكرايب عشان ينزل لكم كل جديد.